إسكارا أين سيجتمع أعضاء اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط لاختيار المدينة التي ستنظم الألعاب المتوسطية لسنة 2021، حيث تتنافس مدينة وهران مع صفاقس التونسية؟ للمزيد مع بلال هرنون. تتجه الأنظار الخميس إلى القارة الأوروبية وبالضبط إلى مدينة بيسكارا الإيطالية، أين سيتم اختيار المدينة التي ستحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2021. الجزائر ستكون طرفا في المعادلة ومرشحة بمدينة وهران التي ستتنافس فيها مع مدينة صفاقس التونسية، طبعة ينتظر أن تكون جزائرية بعد التطمينات التي قدمها رئيس اللجنة الأولمبية مصطفى براف في ظل الهياكل الرياضية التي تدعمت بها مدينة وهران. يعني ثقة تامة في الانتخاب، لأن فيه ناس رجال ونساء نتاع كرامة ويعرفوا قيمة الملفات، ماهيش كيما بعض من الظروف اللي عشناهم وين كان خيانة الأمان من طرف أصدقاء إفريقيين. فبعد خيبة آخر ترشحين للجزائر لاحتضان كان 2017 التي تم منحها للغابون، ينتظر الجزائريون بشغف احتضان منافسة رياضية سيكون فيها للجمعية العامة للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط الكلمة الأخيرة في منح شرف التنظيم في اجتماعها الخميس، خاصة وأن الدولة تعول على مثل هذه المنافسات لإبراز الوجه الآخر للجزائر من جميع الجوانب الرياضية، خاصة منها السياحية وطي خيبة كان 2017.